الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فبلغ السعداء من أمته على نهجه القويم وضل عنها المبدلون. وبعد، ولا ليال موضوعين وحوكو سابسين يهي أمسك لسانك تجد فائدة، عرب كاغا حيصو أمبعشو waxaad heli doontaa faa'iido aan la soo koobi karin ayaad heli doontaa. xifdhu lisaan dariiqun ila ridwaan, carabkaaga inaad ilaaliso wuxuu wado u yahay raali ahaanshada jannada ku geynayso ilaahayna uu kaa raali noqonayo. taas ayaa mowduucaynu ku saabsan yahay, waana wax weyn in qofku carabkeeda ay ka adkaato ama ay ceshato oysan sii daynin. carabtuna waxay dhahaan lisaanuka asaduka, carabkaagu waa libaax. إن أدلقته يأكلك أدياء دسكسي ديس عرك وكل قيا عرك أيا كل قيا. أين من يبحث عن استقامة إيمانه وقلبه؟ وكما غفكر هذين أيو إنه إيمان كيس أو توصنا ذو أما قلبي كيس أو توصنا ذو. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحد جستان النبي عليه الصلاة والسلام حديث كي أورنا أي أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو يقول: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. رواه أحمد وهو في صحيح الترقيب وحسنه الألباني. وحال قوري أنس بن مالك وهي نبي خادمك رسولك عليه الصلاة والسلام سيقول لها نبي عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد أضانك رومينتي سي إيمانك سمتو سنعضه حتى يستقيم قلبه إلى قلبه سوء كتو سنعضه كونك سنعضه، ولا يستقيم قلبه قلبي جسنا ما هجاجو متوصه حتى يستقيم لسانه إلى عرب كيسه وكهجاجو. عديد كاسوحة وريي مركب واحد ماشى كدر ميسا إن أو عربك يعني وحك استو كوضة وين هي أما وكوضة صريع. إمام أحمد أي حديث كاسوريي حديث كنوح وكسوجان أي صحيح الترغيب، وحنا الصحيح يا لي حسنه الألباني. إمام الألباني يا تصحيني أو نجي. فإن كان مستقيما استقامت، اللسان هو القائد المدبر للأعداء، عربك وحوائه قاميها ما مروح حبناها. فإن كان مستقيما استقامت، هذا عربك توسنيا حبناها لن أجرك أقوي توسنانا يعني سدح ذا بقول يلحد سدح ذا حبنا. وإن اعوج تبعته في ذلك هذي أي عربك أو قل عذنه حبناه سدح سيكون راعيا. وحان نبي قال لقوري عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم أضيع وابر يستواغ وبريه ابن آدم كه ابن آدم كهران، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، عربك أي ودقي صاحبنا هران تذل له وتخضع وحليه نحبنا هران عربه أذيك أيام كهوسن ماذا. اتق الله فينا إلهي كبق، فإنما نحن بك أذيك أيام كرع سنهي. فإن استقمت استقمنا، أضيع عربه توستانا وان توسنانا هنا. وإن عوججت هذه أطلاعاتنا إعوججنا أنا كما قالوا عينا سداس درت المركة عربك أي سداس كليهن سداس درت المركة أرنت آت كمهم كواه وأين وقفكم عربك هذا أي حكم يصه. وحال قولي معاذ بن جبل رضي الله عنه هي النبي قويدي عليه الصلاة والسلام عن العمل الذي يدخله الجنة شغضة أما عملك أما شغضة أما هوشة وقفته جنة قلين يصه ويباعده عن النار اسلامك اصل كفه غينيس نارته. فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم براسه وعموده وذروه سنامه. وهو نبي هو هدلي ايمانك مدخيسا تيركيسا يا كرسك باش او سريسو. وحكره النبي عليه الصلاه والسلام: الا اخبرك بملاك ذلك كله، ارنت اسو دون واخا لو هانا كرو مكو شيغا لو حكمي كرو. قال: بلى يا رسول الله. وحان هاي نينكي معاذ بن جبل وحي رسولك إلهي وها. فأخذ باللسان نفسه، عربك أيوه قبط النبي عليه الصلاة والسلام
ثم قال كف عليك هذا كان اسكرب أيو فور النبي عليه الصلاة والسلام أو بحالي اسكح كمية مت كان عرب كان اسكح كمية النبي يقول عليه الصلاة والسلام مع هذا يا وحور وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ما وحنا قادلين أنا لقبنا يا نبي يا وحور الثكل ضمك هذا وهقبل أنت معاذو وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حسائد ألسنتهم ما دتك با وجوجي نارت لوغو تورا امسنكودا لوغو تو امبوجي لوغو تورا إلا عرب كود وحي كو شقيستين ايا لوغو تورا هدابا عربكي فايدديسي يا قفكي كاد كاتو وحياما او كيهلايو هلكاس ايان كو سو غبن غبهينا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله